إقبال لافت للعائلات والتلاميذ على حفل عمو يزيد المنظم لأول مرة بقصر الثقافة والفنون بولاية سكيدة، والمناسبة أول أيام العطلة الشتوية. عجبتنا بزاف ونتمناو يزيد يعاودها ونقولوا له يعطيك الصحة. عندنا بزاف من اللي حطوها في الشروق وحنا نتحاضروا فيه. عجبتنا الحفلة بزاف. تاع عمو يزيد حبوا بزاف ونشوفوا بزاف في لاطيلي. ان شاء الله تعاود بليزير فوا، ان شاء الله تكون في مكان واسع شويه مثل الملعب تاع 20 اوت ولا، باش تكون عندنا المساحه كبيره باش نشوفوا. بيان سير بيان سير، احنا ناقصين حوايج بزاف كيما هكا. نشكركم بزاف بزاف على الحفل هذا. عمو يزيد شوف في مدينه سكيكده لاول مره من أروع ما يكون. إذا مؤسسة الشروق الإعلامية رامي هاج القصر الثقافة كانوا في المستوى ودرنا عرس كبير 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 لأطفال سكيكدا اللي طالما طلبوا أن عمو يزيد شو يكون هنا، وخاصة وإحنا في هذا الشهر هذا اليوم في شهر ديسمبر وين الجزائر صادقت على ميثاق حقوق الطفل. الإنزال القياسي لعشاق ومحبي فقرات وأغاني عمو يزيد الموجهة للأطفال جعل الحفل يخرج عن التقاليد المتعارف عليها، وتسبب في ضغط كبير على مستوى قاعة قصر الثقافة والفنون، ولكن بالنسبة للأطفال كل ذلك لا يهم بقدر ما يهم الاستمتاع بأناشيد وأغاني العم يزيد. نحب قناة الشروق بزاف ونحب زاد عم يزيد ونتمنى له كل يوم بألف خير. الجزائر عجبني عمو يزيد، نحبه بزاف ونشوفه في التلفزيون ونتمنى نزيد نشوفه. تحت شعار أطفالنا أملنا مستقبلنا، وكما لاحظتوا يعني خاصة اليوم اللي كان فيه إقبال ضخم كبير كبير جدا للأطفال وللعائلات اللي جاوا من أجل باش يشاهدوا حصة عمو يزيد التلفزيونية اللي حقيقة يعني اليوم نالت يعني إقبال كبير كبير جدا. أمام غياب فضاءات الترفيه وانعدام قاعات اللعب وحدائق التسلية التي يقضي فيها أطفال الولاية عطلهم المدرسية، الواجب على أصحاب الفضاءات الثقافية تكرار مثل هذه المبادرات الجميلة.